بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ هذا الدرس ليلة الخميس الثلاثين من شهر ربيع الثاني لعام 1436 للهجرة، في هذا الجامع، جامع الراجح في مكة المكرمة. سأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول وما نسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا الماضي، وهو أسلوب الموصول، الاسم الموصول، وذكرنا مثال، وطلبنا أن تأتون بالجواب، وهو ما السر أنه قال في سورة يوسف وراودته التي هو في بيتها، وما قال وراودته امرأة العزيز، هل في جواب؟ ها؟
احنا سبق قلناها يعني بس سم صبر ومع ذلك صبر فكان هذا فيه الثناء البالغ على يوسف صحيح. يقول العلماء انه قال وهذا يعني ذكرنا انه في سياق الكلام هذا في سياق صلة الموصول وانه اذا عبر باسم الموصول فان النظر يكون الى جملة الصلة. فقال هنا وراودته التي هو في بيتها، إذن فيه سر في قوله التي هو في بيتها، والسر هو أن هذه الآيات أتت في سياق الثناء على يوسف عليه السلام ومدحه في عفافه وطهره، وبينت أنه قد بلغ في عفاف الذروة، فإنه كان شابا جميلا وفي بيت هذه المرأة الوضيئة الجميلة أيضا وهي امرأة العزيز يعني من علية القوم، وأيضا هو تحت خدمتها ويخدمها، هو في بيتها رقيق عندها وهو أعزب وغريب ليس لا يستقبح الغريب كما يستقبح صاحب البلد، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك تهيأت له، ثم هو يقول معاذ الله. فكان هذا فيه الثناء البالغ عليه أنه في بيتها وتحت سلطتها وقهرها ومع ذلك يصبر عن هذا الأمر بل يهرب منه. طيب هما ثم في هذا الدرس اليوم يقول الله عز وجل من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهنا ما الرابط بين هذه الآية وما سبقها؟ الربط واضح هو أن الله عز وجل ذكر في الآية السابقة أنه هو المنفرد عز وجل بخلق السماوات والأرض وما أبدع فيهما مما ذكرته الآية السابقة، ثم قال بعد ذلك ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، والند ومن الناس يعني من تبعيضية، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يعني أندادا نظراء ومثلاء مثيل ونظير. فالمعنى كيف يتخذ هؤلاء لله أندادا يعني نظراء ويتخذون له مثيلا وهم ليسوا مثله، فالله هو المتفرد بالخلق والملك، وما ذكرته الآية السابقة من صنوف الآيات التي ذكرناها بالتفصيل في الدرس الماضي، فهو يعيب عليهم، فهو يعيب عليهم هنا أشد العيب. كيف تصنعون ذلك وآلهتكم لا تصنع مما سبق شيئا؟ ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أنه سئل أي ذنب أعظم، فقال أن تدعو لله ندا وهو خالقك، أن تدعو لله ندا وهو خالقك، يعني كيف هو الذي يخلقك ويرزقك ثم أن تجعله ند نظير؟ هذا من أشد العيب من أشد الظلم، ولهذا كان الشرك ظلما، أن تدعو لله ندا وهو خلقك، ثم الثاني أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، والثالث والله هو الرازق ومع ذلك تقتله مخافة أن يطعم معك، والثالث أن تزاني بحليلة جارك. الزنا كله حرام ولكن من يزني بحليلة جاره هذا أعظم، لأن الجار له حق وهو مؤتمن على جاره، فإذا فعل ذلك فقد ارتكب ذنبا أعظم ممن زنى بغير امرأة الجار، فعظم الذنب هنا لعظم الحق. ولهذا أنزل ولقد أنزل الله عز وجل تصديق ذلك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون
تصديقا لهذه الآية، تصديقا لهذا. هنا يقول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يتخذونهم نظراء. قيل إن هؤلاء المنظراء إنما هم الأوثان والأصنام، وقال بعضهم إنما هم المتبوعين المطاعين من الرؤساء ونحوهم، وهي تشمل الجميع لا مانع. فمن جعل لله ندا فهو داخل في هذا المعنى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهنا فيه إشكال في المعنى، فإنه قال يحبونهم، يحبون من؟ الضمير الأنداد كحب الله. هنا فيها إشكال، فهل المقصود كحب الله يعني كحب المؤمنين الله، يعني كحبكم أيها المؤمنين الله، ولا كحبهم هم المشركين الله؟ والمعنى يختلف، واختلف المفسرون على قولين. فقال بعضهم كحبكم الله، قال بعضهم كحبهم الله، وبعضهم قال تشمل المعنيين ولا مانع. وسننظر أيها أرجح، هو أن الآية تشمل المعنيين. أولاً مش المعنى، المعنى على كل قول. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحبكم الله، وش معنى هذا؟ يعني يحبون أصنامهم حبا شديدا كما تحبون أنتم أيها المؤمنون الله. وحب المؤمنين لله حب شديد، صح؟ إذن كأن الآية تعيب عليهم هذا الحب الشديد للأصنام كما يحب المؤمنون الله، واضح هذا، وتثرب عليهم. طيب والمعنى الثاني، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحبهم الله. يعني المشركون يحبون الأنداد ويحبون الله ويساوون بينهما في المحبة، كذا؟ نعم هذا المعنى. يكون الثاني يعني أن المشركون أشركوا في المحبة وساووا بين الأنداد وبين الله في المحبة، فهم يحبون الأنداد ويحبون الله، وحبهم للأنداد مساو لحبهم لله، فتكون الآية تعيب عليهم هذا. وكيف تصنعون ذلك وتصرفون هذه المحبة لغير الله وتساوون بين الأنداد وبين الله؟ والله هو الذي خلقكم وهو الذي رزقكم، كما ستأتي الآيات بعد ذلك أيضا تبين الرزق. فالله بين في الآية السابقة أنه هو الخالق والمدبر، وذكر من صنوف الآيات، ثم ذكر بعد ذلك الرزق. فهنا يقول يعني كيف تصنعون ذلك وهذه الأصنام لا تنفعكم شيئا؟ فأي القولين أرجح؟ سم. الثاني. لما يا شيخ؟ أي أي طيب أنا عندي إشكال مبدئي في سياق الآية، وهو إذا قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فإذا قال إن المعنى أن المشركين يحبون آلهتهم كما يحب المؤمنون الله، هذا القول الأول. طيب كيف قال بعدها والذين آمنوا أشد حبا لله؟ كأن هذا ينقض على الله، صح؟ سم؟ لا بس هم ما مثل التأسيس الآن كأن هذا نقض ما قبله، يعني يقول حب المشركين للآلهة كحب المؤمنين لله والذين آمنوا شد حبا لله، كيف يعني يكون حبهم مساوي لحب المؤمنين لله ثم يقول والمؤمنون أشد حبا لله؟ هذا ينقض ما قبله،
فالصواب والله أعلم هو القول الثاني، وهو أنهم يحبونهم كحب الله، يعني المشركون يحبون آلهتهم كما يحب المشركون نفسهم الله عز وجل، فهم أشركوا في المحبة، أشركوا في المحبة وساووا بين أندادهم وبين الله عز وجل، فعابهم الله بذلك. يدل على ذلك أولا، يدل على ذلك ما في السياق ما ذكرناه قبل بعد، أنه قال والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، فهذا ينفي أن يكون المقصود حب المؤمن لله، فهو ساوى، فيكون على هذا ساوى بين حب المشركين لأصنامهم وحب المؤمنين لله، ثم قال والمؤمنون أشد حبا لله، هذا ما يستقيم، هذا ينقض ما قبله، هذا الوجه الأول. ثانيا، أن السياق فيهم هم وليس للمؤمنين هنا ذكر أصلا، فهو قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، من أين أتينا كحب المؤمنين؟ لا، ما في هنا السياق في المشركين أنفسهم، ليس في المؤمنين. ثم يدل عليه أن لهذه الآية نظائر، هذا الثالث، لها نظائر تبينها، والقرآن خير ما يفسر به يفسر القرآن، خير ما يفسر القرآن بالقرآن. قال الله عز وجل عنهم بل هم قوم يعدلون، فهل المشركون يعدلون بالله غيره في الخلق والملك والتدبير والرزق، ولا في المحبة؟ في المحبة. وفي آية أخرى قال تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يقول المشركون حين يتندمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم، يعني نجعل الآلهة مع الله سواء، هل هم يجعلونها سواء في الخلق والملك والتدبير والرزق ولا في المحبة؟ في المحبة ما في شك، لأنهم هم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، في آيات عديدة، فهم لا ينكرونها، إنما هم يسوون بينها وبين الله في المحبة، فهم يحبونها كما يحبون الله. طيب هل هم يحبون الله؟ الجواب نعم، هم يحبون الله، لكن حبهم فيه شرك، ولهذا قال الله عز وجل وعقب بعد ذلك والذين آمنوا أشد حبا لله. لما الذين آمنوا أشد حبا لله؟ لأن حبهم، نعم، لأن حبهم لله خالص لا شرك فيه، وهذا يقرر المعنى، وقد يكون وجها رابعا أنه يؤيد المعنى الثاني الذي تقرر، أنه قال والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن حبهم ليس فيه شرك، ويؤيد ذلك سياق الآيات. خامسا، نستطيع أن نقول سياق الآيات، ووجه ذلك أنه ذكر في الآية الأولى خلق الله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وتصريف الله سبحانه وتعالى هذه الأمور الكونية التي يقرون بها، ثم ذكر التثريب عليهم هنا، ثم بعد ذلك ذكر الرزق، فالسياق في التثريب عليهم كيف يسوون بين الله وبين الآلهة، والله هو الذي خلق ورزق. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. طيب هنا يقول العلماء إن أصل المحبة، إن أصل الشرك الفعلي هو المحبة، فإنه لا يصنع ما يصنع إلا من محبة، ولذلك يقول الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، لأنه اتبعه محبة، وكل من صرفه هواه أو شهوته عن عبادة الله فهو عابد لمن صرف إليه. قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميرة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش.
فمن تعلق قلبه بشيء من هذه الأشياء فهو هي عبودية. فليست هذه الآية خاصة فقط بالمشركين، لا، قد يكون في الإنسان كفر فيه شعب من شعب الكفر أو شعب من شعب النفاق، فليحذر المؤمن أن يكون في قلبه تعلق ومحبة إلا بالله عز وجل. وهنا مسألة، إذا تقرر هنا هذا فهنا مسألة. إذن كيف يقال، كيف يقال أو تقول أنا أحب فلانا؟ هنا نقول الحب مع الله شرك، صح؟ طيب الحب في الله، أحب فلانا، لماذا لا يكون حبك لله فقط؟ لماذا تحب فلان من الناس؟ هل هذا ينافي محبة الله؟ قالوا هذا لا ينافي محبة الله، بل هذا من محبة الله، لأنك لا تحبه إلا لله، أنت لا تحبه إلا لله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ما كان الله ورسوله أحب إليهما ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذه من علامة الإيمان، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. طيب، فقال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. هنا في هذا الأسلوب ولو يرى الذين ظلموا في أسلوب قرآني أو بلاغي وسبق ذكرناه، من يستطيع أن يستخرجه لنا؟ ولو يرى الذين ظلموا، بس هنا ولو يرى الذين ظلموا، سم لا 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 لا، أنا أقصد في قولي ولو يرى الذين ظلموا إظهار في موضع الإضمار، إيه تسأل يا شيخ عن القول الراجح، القول الراجح في أو الصحيح نقدر نقول والذين آمنوا أشد حبا لله قبلها، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني المشركون يحبون أصنامهم كما كحبهم لله، والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لله، لأن حب المؤمنين لله حب خالص، وحب المشركين حب أشركوا فيه. لكن السؤال هنا قال ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، فيها أسلوب، الشيخ قال إظهار في موضع الأضمار وأصاب، وأصاب في الجواب، إظهار في موضع الأضمار، لو أنه مشى على الأضمار وش بيقول يا شيخ عبد الله؟ ولو يروا، كان قال ولو يروا، أليس الكلام عن المشركين؟ هنا قال ولو يرى الذين ظلموا، لما لم يقل ولو يروا إذ يرون العذاب؟ قال ولو يرى الذين ظلموا، وذكرنا فائدة الإظهار في موضع الأضمار، ها؟ قلنا لها، نقدر نقول لها فائدتان، الفائدة الأولى أن يسجل عليهم الظلم، أن يسجل عليهم الظلم ويبين أن هذا الظلم هو علة الحكم، يعني هو علة عيبهم وذمهم الظلم، وثانيا ليعمم الحكم فيبين أن كل من ظلم فحكمه حكمهم، فلو قال ولو يروا لكان الكلام عليهم هم، ولكن لما قال ولو يروا الذين ظلموا فكل ظالم حكمه حكمهم، واضح حسن؟ نعم. ومثل هذا هو كثير في القرآن، الأظهار في موضع الأضمار موجود كثير، فقال ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. طيب هنا ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، وفي قراءة ولو ترى
ولو يرى الذين ظلموا ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. ولو ترى تعود على النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ ولو يرى الذين ظلموا على الكفار المشركين. طيب هنا يرى ويرى ويرى يرى ذكرت مرتين، فهل هي يرى البصرية ولا العلمية؟ الأولى ولو يرى الذين ظلموا، يعني هذا المعنى ولو يعلم؟ لا سم الأولى. طيب والثاني والثانية؟ إذ يرون العذاب الثانية علمية؟ ها؟ وش يكون المعنى؟ إيش يكون المعنى؟ إيه؟ عندما يبصرون، إيه؟ تكون يعني الأولى تكون علمية، يعني ولو يعلم الذين ظلموا إذ يرون إذ يعاينون، وهم سيعاينون النار يوم القيامة. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، يعني أنهم يوم القيامة سيتحسرون. لكن هنا قال ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. الفعل المضارع هنا ولو يرى الذين ظلموا، شد العليل إذ يرون، كأنه يستحضر الصورة أمام عينيك. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ثم قال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. إذ تبرأ هنا في الآية الأولى أتت الأفعال على المضارع، ولكن في الآية الثانية أتت الأفعال على الماضي، فقال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا، كله ماضي. وهل هذا الأمر مضى ولا ما أتى؟ ما بعد أتى، صح؟ فكيف يعبر هنا بالماضي؟ فقال إذ تبرأ الذين اتبعوا، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، سم؟ يعني كيف فائدة؟ يعني تحقيق الوقوع، ها؟ تحقيق الوقوع. فقالوا إنه إذا عبر بالماضي عن المستقبل، يعني عن المضارع، فإنه أراد تحقيق الوقوع، كما قال الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فهل هذا الأمر أتى وانقضى ولا ما بعد أتى؟ ما بعد أتى، قال فلا تستعجلوه، لكن عبر بالماضي ليبين أنه واقع لا محالة. فهنا قال إذ تبرأ، كأن الأمر حصل وكان، وهذا فيه تيئيس وفيه تشنيع ليتحسر المفرد، فقال ويتوب المقصر. فقال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يتبرؤون منهم في ذلك الموقف وهم كانوا يتقربون إليهم في الدنيا. وهنا هذه البراءة هل هي من الملائكة؟ يعني هل الملائكة هم الذين، لأنهم يعبدون الملائكة بعضهم، ولا حتى المشركون يتبرؤون من أتباعهم والجن يعبدون ويستغاث بهم، هل يتبرؤون من أتباعهم حتى لو كانوا في الدنيا مواطئينهم على الكفر؟ هل يتبرؤون منهم أو خاص بالمؤمنين؟ يعني مثلا الملائكة تتبرأ، عيسى يتبرأ منهم، ولا كل متبوع حتى لو أنه كافر؟ كل متبوع حتى الشيطان، صح؟ هو الصواب. ويدل عليه قول الله تعالى في آيات متعددة،
وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فالمشركون حتى يتبرؤون منهم والملائكة يتبرؤون، بل كانوا يعبدون الملائكة تقول بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فيتبرؤون منهم. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. المشركون يتبرؤون من بعضهم، بل كما قال أخونا حتى إبليس يتبرأ منهم، أليس في سورة إبراهيم يتبرأ منهم وما كان لي عليكم من سلطان، تبرأ منهم وهو يتبرأ منهم في أحلك المواضع. طيب هنا يقول إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. هنا قال ورأوا العذاب عاينوه، وهذا الموقف صعب وشديد، ولهذا هذه المعاينة نفسها هي من العذاب. ثم قال وتقطعت بهم الأسباب، ولم يقل وتقطعت عنهم الأسباب، ولم يقل وتقطعت أسبابهم، بل عداها بالباء وفيها سر. فإن بعض العلماء قال إن الباء هنا تدل على السببية، وبعض قال هي زائدة، وقد يعني قال بعض الإخوة ما يصل تقول زائدة، وأنا أرجع أقول يعني صلة، يسمونها صلة، وإن كنا نقصد زائدة نحوا في النحو، أما من حيث المعنى فهي ليست زائدة، من حيث المعنى لها معنى، فيقولون هي صلة تأدبا مع القرآن، وهي في النحو يسمونها زائدة، والغرض منها يقولون التأكيد وزيادة الحروف يذكرونها، مثل هل من خالق غير الله، هي هل خالق غير الله، فيقولون من هنا أجدت زيادة التوكيد، والباء هنا قالوا للتوكيد، هذا قول. وقال بعضهم إن الباء هنا للملابسة، وما معنى الملابسة هنا؟ قالوا معنى الملابسة أنها بيّنت وتقطعت بهم الأسباب، يعني تقطعت أسبابهم وهم قد لابسوها، ليس لهم شيء يعتصمون به إلا هذه الأسباب. فالذي يصعد النخلة قالوا مثلا ومعه حبل يصعد به، إذا قالوا انقطع به حبله، غير لو يقولون انقطع عنه حبله، انقطع عنه حبله يمكن يتمسك في النخلة، لكن انقطع به ما عنده غير السبب ذا أصلا، انقطع به وهو ملابس له، هذا المعنى. فقوله وتقطعت بهم الأسباب يعني تقطع بهم كل ما كان يظنون أنه ينفعهم ولابسهم، ليس لهم من الله عاصم من عاصم. وتقطعت بهم الأسباب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة. ما معنى كرة؟ عودة لأمتها للدنيا، فنتبرأ منهم، يريدون أن يتبرأوا ويردون لهؤلاء هذه الحسرة التي أصابتهم، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. فهذا من العذاب الذي يذوقه هؤلاء الأتباع، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات. يريهم أعمالهم حسرات. كم فيها من مفعول؟ كم مفعول؟ ثلاثة. وين هنا شو؟ المفعول لا هنا فيها هذه الجملة كذلك يريهم الله أعماله حسرات، فيها ثلاثة مفاعيل سمجد يريهم لها
أعمالهم حسرات. من أرى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال وما هم بخارجين من النار. وهنا هل هذا الأسلوب وهو التقديم هنا تقديم المسند إليه هل فيه حصر؟ يعني وما هم بخارجين من النار هل يفيد أنه خاص الخلود في النار بهم؟ يعني خاص بالمشركين أو أن السياق فيهم والمراد التقوية والتأنيب لهم وذمهم. على كل حال أنا بس يعني القاعدة بس هنا تقديم المسند إليه لا يقتضي دائما الاختصاص، إنما قد يدل عليه سياق الآيات. فمثلا وما أنت علينا بعزيز، لما قال قوم شعيب وما أنت علينا بعزيز، هل هذا يفيد الاختصاص؟ يعني أنت وحدك لست عزيزا علينا؟ الجواب نعم، بس دل عليه سياق الآيات، لأنهم قالوا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، يعني نحن نعز قومك لأنهم ما خالفونا وما تركوا ديننا، ولكن نحن تركناك لأجلهم، وأما أنت فليس لك عندنا عزة. لكن هذا لا يطلق إطلاق هكذا. والزمخشري رحمه الله هو معتزلي، ويرى هو أن كما هي عقيدة المعتزلة يرى أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، وأن الخلود في النار ليس خاصا بالمشركين والكفار، إنما يخلد في النار أيضا صاحب الكبيرة. هذه عقيدة المعتزلة. فالمعتزلة يقولون إن فاعل الكبيرة في الدنيا حكمه في منزلة بين منزلتين، وفي الآخرة حكمه مخلد في النار إذا لم يكن. والخوارج مثلهم يقولون، لكنهم في الدنيا يقولون كافر، وفي الآخرة يتفقون فيقولون حكمه مخلد في النار. ثم هم اتفقوا في حكم الآخرة، ولكنهم اختلفوا في حكم الدنيا. فمثل هذه الآيات التي ترد عندنا، إذا قال الزمخشري هنا وما هم بخارجين من النار ونفى الاختصاص بها، فشنعوا عليه وقالوا إن الزمخشري إنما صنع ذلك نصرة لعقيدته، وإلا يفترض أنه يقول إنها دلت على الاختصاص. لكن الصحيح أنه لا يظلم الرجل في هذا الموضع. هو معتزلي عقيدته معروفة، لكن هو في غير هذا الموضع ما جعلها للاختصاص، يعني هو في غير هذا الموضع ما جعلها للاختصاص، ولا يقال إنه صنع ذلك حمية لعقيدته ونحو ذلك. لا يظلم، لأنه هو له مواضع كثيرة غير هذه لا يجعلها من باب الاختصاص، إنما هو يجعلها أحيانا ولا يجعلها أحيانا، فهو ينظر إلى سياق الكلام. هذه قاعدة فقط أردت التنبيه إليها. قال وما هم بخارجين من النار، ثم قال لا، هي ما تدل على التخصيص، لكن قد تدل بالقرآن يا شيخ. ثم قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فهنا خاطب الناس. ثم بعد ذلك بعدها بآيات قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فانظر إلى الفرق بين التعبيرين. قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فاشترط في النداء العام للناس أن يأكلوا مما في الأرض حلالا طيبا، شرطين حلال وطيب. فما هو الحلال وما هو الطيب؟ الحلال هو الذي أكله الإنسان كما أمره الله من كسب طيب، وقد أحله الله عز وجل له. طيب والطيب،
قالوا الطيب هو النافع للبدن وللعقل، فالذي يضر البدن أو يضر العقل فليس بطيب. الذي يضر البدن يحرم أكله، والذي يضر العقل يحرم أكله. طيب والمعنى؟ قالوا أن المعنى أن الله عز وجل حرم على المشركين والكفار أن يأكلوا من رزق الله. لما؟ لأنهم هم لا يأكلونه حلالا، فالحلال هو الذي يأكله من أطاع الله. ومعنى هل المشركون محاسبون على ما يأكلون؟ الجواب نعم محاسبون، لأنه يجب عليه أن يأكلوا حلالا، والحلال لا يكون إلا بطاعة الله. قال الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. في الحياة الدنيا لهم شرعا لكنهم يأكلونها قدرا وهي حرام عليهم، وفي الآخرة هي خالصة للمؤمنين لا يأكلونها قدرا. واضح هذا؟ هذا واضح أظن. فهم يحرم عليهم أن يأكلوا من رزق الله وهم محاسبون عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرجه الجوع وأخرج أبا بكر وعمر ولقيهم الأنصار كما في الحديث الصحيح وأضافهم وأكلوا حتى شبعوا، ثم قال النبي له النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم خرجتم من بيوتكم ما خرجكم من الجوع حتى أصبتم من هذا الطعام، ثم تلا عليهم قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فالمؤمن لا بد أن يأكل كما أمره الله عز وجل، وهو والمؤمن إذا أكل وحمد الله على أكله وشربه فهو مثاب، وهو رزق أباحه الله له، وهو مأجور عليه إذا احتسب الأجر. وأما الكافر فإنه يأكل لكنه سيسأل عن هذا الذي أكل، كما أنه سيسأل عن أصول الدين وفروعه، فسيسأل عن التوحيد هو، وسيسأل عن العبادات، سيسأل عن الصلاة والزكاة والصيام، وكلها محاسب عليه، كلها محاسب عليه. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فسئلوا عن العقائد وسئلوا عن الأعمال، كلها سيسألون عنه. فقال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات الشيطان، قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الخطوات، الخطوة معروفة معناها اللغوي معروف، وخطوات الشيطان هي وساوسه وإغواؤه لبني آدم، والآية دلت على أن الشيطان يعمل ذلك بتدرج، فسماها الله عز وجل خطوات، خطوة ثم تتبعها خطوة أخرى ثم ثالثة وهكذا ورابعة وهكذا، وهكذا يصنع الشيطان. حتى الشرك الذي صد به الشيطان عباد الله عن التوحيد ما أتاهم به جملة واحدة، إنما أتاهم به خطوات. فقال هؤلاء الصالحين اصنعوا تماثيل لهم لتتذكروا العبادة إذا رأيتموهم، هكذا بس، هذه الخطوة الأولى. فصنعوا ذلك ونشطوا على العبادة، ثم بعد ذلك أغواهم بخطوات أخرى حتى جعلهم يعبدونها من دون الله عز وجل. فالله يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. طيب أنا عندي سؤال، سؤال كنت أريد أن أسأله ونسيته. لما ذكر الله عز وجل على المشركين أنهم يريدون أن يرعودوا للدنيا ويتبرؤون من معبودهم، طيب لو حصل لهم هذا الأمر وعادوا هل يتبرؤون؟ ولو ردوا مع شوف وصف الآيات
ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن قوة لله جميعا وأن الله شديد. وهذا الوصف ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. نسأل الله السلامة والعافية. إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء. ثم قال إنما يأمركم بالسوء. إنما أداة حصر. ويأمركم الضمير يعود على من؟ على الشيطان. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه ثلاثة أمور: سوء وفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فما المراد بالسوء وما المراد بالفحشاء؟ ثم السؤال الثاني: ما السر في هذا الترتيب؟ ما السر في هذا الترتيب؟ أنا أسأل السوء الترتيب؟ لا، الترتيب مبني على المعنى. أحيانا شو الفرق بين السوء والفحشاء؟ سامي شيء؟ يعني معنى لغوي هذا، بس هنا في الآية وش الفرق بين؟ وقلنا هل نقول السوء هو الذنوب والمعاصي والفحشاء هي الذنوب والمعاصي؟ صار تكرار مثلا. الفحشة أشد. إذن السوء يكون يعني قد يكون نقول صغائر الأمور، صغائر الذنوب. يعني إن الشيطان يدعو إلى صغائر الذنوب ويدعو إلى الفحشاء اللي هي كبائر الذنوب، ويدعو إلى أمر ثالث وهو أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالترتيب هنا من أيها على أي أساس يكون من الأدنى إلى الأعلى؟ والسؤال: هل الشيطان يدعو إلى الصغائر؟ طيب الصغائر تكفرها الصلوات وتكفرها الاستغفار ويكفرها الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، وهل الشيطان يعني الشيطان حريص على شيء حتى وهذا من خطواته، وهذا من خطواته، فهو يدعوك إلى الصغائر ويدعوك إلى الكبائر حتى تألف الصغائر ثم تنتقل منها إلى الكبائر، فهو لا يفتر. هو هذا هو ترتيب الخطوات، وهي ترجع إلى ترتيب الخطوات، لكن هنا المعنى واضح. سم ما أسمعك أشير. أي هو إذا قلنا أن السوء هنا هي صغائر الأمور فهي مفتاح لا شك. الله عز وجل أمر بغض البصر، لما؟ حتى لا يقع الإنسان في الزنا، صح ولا لا؟ وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. والله عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا، وما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. يعني أسبابه، ابتعدوا عن أسبابه. فالشيطان يسول الإنسان حتى يتمادى في هذه الخطوات، والله عز وجل يدعونا إلى الابتعاد لكل راع حمى، فيدعونا إلى أن نبتعد عن الأسباب التي توقع في الذنب. فهنا قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ثم قال وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وإذا قيل لهم، أي لهؤلاء المشركين، اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. هنا قال ما ألفينا عليه آباءنا، ولم يقولوا بل نتبع الحق أو نتبع ما دل عليه الدليل، إنما قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه أبانا. وألفينا معناها وجدنا. وهل ألف بمعنى وجد تماما أم أنه فيه مغايرة؟ طيب القاعدة عندنا، القاعدة هل تأتي كلمة بمعنى كلمة؟ يعني هل يقال بالترادف في القرآن
ما رأيكم يا أخوان؟ يقال في الترادف، سبق قلنا هذا، نقول ليس في القرآن ترادف، يعني ليس في القرآن وحتى اللغة ليس في اللغة معنى بمعنى كلمة سواء، وسبق ذكرنا هذا. وقلنا مثلا الله عز وجل يقول وتكون الجبال كالعهن المنبوش، وش معنى العهن؟ يقولون الصوف، مو الصوف تقريب للمعنى، وإلا العهن ليس هو الصوف بمعنى سواء، ففي فرق بينهما. قالوا العهن هو الصوف الملون، الصوف الملون، فالعرب تطلق الصوف على الملون وغيره، وتطلق العهن على نوع خاص من الصوف وهو الملون. فيكون قوله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش هو أبلغ وصف لحال الجبال يوم القيامة، لأن الجبال في الدنيا منها ألوان متعددة، فهي على هذه الألوان يوم القيامة. والوصف الذي والاسم المفرد، الاسم المفرد الذي يدل على هذا هو العهن، ويكون هذا من بلاغة القرآن. ولهذا العرب تقول مثل تعالى، وتقول هلم، وتقول اقعد، وتقول اجلس، وهناك فروق بين اقعد واجلس مثلا، ولا نقول جاء واتى ونحو ذلك من المفردات، في فرق، في فروق. فهنا يقال اذا قررت هذه القاعدة تقررت، ما يقال ما الفرق اذا بين الف ووجد؟ فهنا قال في هذه السورة وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل اتبعوا ما ألفينا، وفي سورة لقمان قال ما وجدنا، وفي سورة المائدة وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله قالوا حسبنا ما وجدنا. فما الفرق بين ألف ووجد؟ هذا سؤال تسجلونه عندكم للدرس القادم. سم كيف؟ كيف يا شيخ؟ لا لا يا شيخ، ألفا يعني مثل وألفا يا سيدها لدى الباب، يعني ألفا هي بمعنى وجد في المعنى العام، لكن لابد في فرق بين ألفا ووجد. فترجعون إلى مثلا مفردات ألفاظ القرآن للراغب، مع أنه ما ذكر فيها شيء، لكن ترجعون إلى معجم مقيس اللغة تشوفون مادة معنى ألفا ومعنى وجد من حيث الأصل، أنه يعيدها للأصل. وترجعون إلى كتب التفسير، ويحسن رجوع إلى كتب المتشابه، ومنها كتاب ملاك التأويل لأبي جعفر بن الزبير، وفي كتاب آخر اسمه درة التنزيل للإسكافي، وفي كشف المعاني لابن جماعة، ترجعون إلى هذه الكتب من أراد، وهو ليس ملزم هذا السؤال، أنا لا ألزم به أحدا، لكنني آمل أن يكون في تفاعل وترجعون، يعني يرجع الإخوة ينظرون إلى هذا، والجواب إن شاء الله عليه الدرس القادم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أي لقلتها يا شيخ، إنهم قالوا هم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، يعني يدل على أنهم مقلدون لا يتبعون دليلا ولا برهانا. ولذلك ننظر ماذا ختم الآية به، قل أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فهنا ثرب عليهم أنه صنيعكم مجرد اتباع، والواجب على المسلم والمؤمن أن يتبع الدليل ولا يتعصب لقول مذهب أو لقول رئيس متبع كشيخ له أو متبوع يتبعه، إنما يجب عليه أن يبحث عن الدليل.
وهذه آيات لا يقول الإنسان إنها نزلت في المشركين، لا، لو لم يكن لنا منها حظ ما ذكرها الله عز وجل، وسيأتي مزيد بيان لها إن شاء الله. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع، وأيضا انظر أنه قال وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قال ما أنزل الله، ما هنا اسم موصول، والنظر يكون إلى إيش؟ إلى جملة الصلة. ما فائدة جملة الصلة هنا في مقابل ذمهم هم بأنهم يتبعون أباءهم؟ أيوة، فهنا شف مقابل ذلك، هم يتبعون أباءهم ويتركون الحق المنزل من الله، يعني قال ما أنزل الله يعني أنه منزل من الله وهم يعلمون أنه حق، كما يقول الله عز وجل جحدوا به واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. وإذا قيل اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ولهذا فإنه ذمهم بعد ذلك أشد الذم، فقال مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. أنا الحقيقة بدي أعرف عن هذه لو بالإجمال، أريد من أحد الأخوة يبين لي معناها لو بالإجمال، يعني وش معنى هذا مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. سم المشركون، يعني هم يرددون أقوال لا يفهمونها. لا، في معنى ثاني غير هذا. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يعني أن هؤلاء المشركين حينما تدعوهم إلى الله فالحال كحال من يدعو من لا يعقل. مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، ينعق يعني يصرخ بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، بالبهائم التي لا تسمع إلا الصوت فقط. يقول يعني كأنك يوم أن تدعوهم إلى الله حالك كمن يدعو من لا يفهم، هذا معنى الآية باختصار. طيب هم كيف ما يفهمون وهم عرب؟ نزل عليهم هذا القرآن باللسان العربي وهم لهم عقول؟ الله قال إنهم لا يفهمون، فقال صم بكم عمي فهم لا يعقلون. إذن يكون معنى الآية ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. الدعاء والنداء، ما الفرق بين الدعاء والنداء؟ قالوا الدعاء هو نداء البهائم باسمها، والنداء هو نداءها بشكل عام. فمثل المشركين مثل البهائم، ما يفهم من صوتك ومن كلامك إلا كالذي ينعق بالبهائم بالدعاء والنداء. فالبهائم لها أسماء، أحيانا يكون لها اسم، إذا سمى بعض الناس دابته باسم وقال يا فلانة تجي، صح؟ لكن هي ما تفهم من كلامك إلا هذا الدعاء. والنداء إذا نديت البهائم كلهم جن كلهم، يعني بعض الرعاة يطبق صوتا على بهائم فتأتي كل البهائم، هذا النداء. وأحيانا يدعوها باسمها فيدعو فلانة تجي. فالمشركون حالهم كهذا، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. طيب قال صم بكم عمي فهم لا يعقلون. طيب هم كيف صمهم يسمعون وعميهم يبصرون وبكمهم ينطقون؟ سم يعني
من سجودهم كأنهم يعني يعني كأنهم أصبحوا في حال لا يسمعون، تمثيل هذا كذا قال بعض العلماء، وقال بعضهم لا هي على ظاهرها. كيف؟ قال صم بكم عمي، المقصود قلوبهم، يعني فالقلب أصم وأبكم وأعمى. قال الله عز وجل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالمقصود هنا قلوبهم، ولهم حواس مثل حواس الآخرين. فقال صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وهنا السؤال الذي قلناه قبل، هل هذه الآية نقول إنها للمشركين ولا عموم خطابها يتعدى لغيرهم؟ يتعدى لغيرهم. وكيف يتعدى؟ قالوا يتعدى. أليس هناك ممن هو ينتسب للإسلام منافق، منافق مع المؤمنين وهو في حقيقة كافر؟ قال الله عز وجل ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. أفصح الناس وخير الناس وأعظم الناس خلقا نبينا صلى الله عليه وسلم، ومجلسه أعظم مجلس، وهم عرب فصحاء يجلسون في المجلس ويخرجون ويسمعون ثم يقول ماذا قال آنفا. ولاحظ أنهم يذهبون إلى أهل العلم، قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، ما يفهم، هو يسمع بس ما يفهم. ولذلك هو ما ذهب لأي شخص، ذهب للذين أوتوا العلم. وهل معلم أفضل من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذا ما علم، إذا ما تعلموا منه فهل سيتعلمون من غيره؟ هذا يحصل يا إخواني، وقد يحصل للإنسان شيء من ذلك إذا كان في قلبه من النفاق شيء، حتى لو كان في قلبه خصلة من النفاق فإنه ينقص منه من الفهم والعلم والعقل كما ينقص كما يكون فيه من هذه الخصال. والمؤمن والمسلم قد يكون فيه خصال، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أربع فيه من كان فيه من أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، من كان فيه خصلة منه كان فيه خصلة من النفاق، وقال إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. الأربع من كان فيه خصلة كان فيه خصلة من النفاق، ويكون في قلبه من الران ومن هذا الصمم والبكم مثل ما يكون في قلوب هؤلاء. ولذلك يجب علينا الحذر من أن يكون في قلوبنا شيء من النفاق، وأن نتوب إلى الله ونستغفره دائما، وأن نجتهد في الإخلاص لله عز وجل، وعلى قدر هذا الإخلاص يكون النور في قلبك ويكون فهمك وعقلك. قال الله عز وجل هنا صم بكم عمي فهم لا يعقلون، ثم قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يا أيها الذين آمنوا هنا النداء للمؤمنين، فلاحظ أنه لما ذكر المؤمنين والنداء لهم لم يقل حلالا، إنما قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. لماذا لم يقل حلالا؟ الجواب ما سبق، لا بد تجاوبون على هذه. فكل الأكل لهم حلال، كل الأكل لهم حلال، فهم مؤمنون، فكل ما في الأرض لهم حلال. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل ما خلقه الله في الأرض ما هو حلال للمؤمنين، ولذلك لم يحتج أن يقول لهم حلالا. أما المشركون فقال لهم حلالا، لأنهم لا يحل لهم أن يأكلوا حتى يؤمنوا. فهنا قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، والطيبات سبق معنا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، ما المقصود بالشكر هنا؟ قالوا المقصود بالشكر هو العمل الصالح، يعني كلوا واعملوا صالحا، يدل عليه قول الله تعالى يا أيها الذين
قول الله عز وجل إن الله وصى المؤمنين بما وصى به المرسلين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ويا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. كلوا من الطيبات، هذه كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، هذا هو الشكر. فإذا قال قائل: كيف أشكر الله؟ الله أمرني بالأكل والشكر. نقول: اعمل صالحا، كل واعمل صالحا. يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة، إنما حرم علي. طيب، هنا قال: كلوا من طيبات ما رزقناكم، وذكرنا أن كل ما في الأرض حلال طيب. طيب، وش اللي يستثنى من هذا؟ اللي يستثنى هذا الوصف الذي ورد. طيب، فكل ما خالف الطيب نقول حار، لأنه وصفه بأنه طيب، لكن قيد من ذلك قيودا، فقال: إنما حرم عليكم الميتة، يعني لما أباح لهم مطلقا قيد هنا، فقال: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. إنما حرم عليكم الميتة. الميتة أنا أولا هنا أداة حصر، صح؟ أنا قوله إنما حرم، هذه أداة حصر، يعني المحرمات كلها محصورة في هذا المذكور. طيب، بنشوف هذا الحصر، هذا ما معناه؟ إنما حرم عليكم الميتة. الميتة معروفة، هي ما 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 ذبح من غير ذكاة، فيشمل ما مات حتف أنفه، وما ذكي بغير اسم الله، وما ذبحه مشرك أو مجوسي، ويشمل المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، هذا كله ميتة. إنما حرم عليكم الميتة. طيب، لما حرم الميتة؟ هل هي يرجع تحريمها إلى أنها ليست من الطيبات؟ الجواب نعم، فالميتة ليست من الطيبات. طيب، ما هو الضرر الذي في الميتة؟ يعني هالحين إذا ذبحنا قلنا هذه حلال، وإذا ماتت حتف أنفها ولا ضربناها على رأسها وماتت قلنا ميتة حرام. ما هو الضرر؟ ها، الضرر وش هو الضرر؟ في الدم، يعني في الدم المحشور، صحيح. قالوا إن الدم المحتبس هنا هو الضرر. طيب، إذا جاء وذبحها مجوسي والدم ساح، كيف نقول إنها ما هي طيبة؟ فهي ليست حلالا، وأيضا هي ليست طيبة، ليست طيبة من حيث المعنى، لأنها وهو قد يكون أعظم، قد يكون أعظم. هنا قال: إنما حرم عليكم الميتة والدم. الدم المقصود به هو الدم المسفوح، هنا أطلق وقيد في آية ثانية، فيحمل المطلق على المقيد. فقد قال الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي علي محرم على طعام يطعم إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا. فالسؤال: لما قيده هنا ولم يقيده هنا؟ قالوا: إنه لم يقيده هنا لأنه يكفي أن يقيد في مكان واحد. فإذا قيد أي متكلم، إذا قيد المراد من مراده في مكان واحد، ما يحتاج أنه يكرره، لا يحتاج أن يكرر القيد مرة ثانية وثالثة، خلاص معروف. فقال هنا: إنما حرم عليكم الميتة والدم، فالدم المسبوح حرام. طيب، الدم اللي في العروق حلال، فإذا طبخت اللحم وفيه دم يحل لك أن تشرب المرقة هذه، يحل لك، ويحل لك أن تأكل اللحم حتى، أو تأكل اللحم نيا. هل يحل أكل اللحم نيا؟ ها، يحل،
ما لم يؤذيك، فإن كان يؤذيك فيحرم لأجل الأذية إن كان يضرك. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وما ولحم الخنزير معروف وهو حيوان، وذكروا ذكر بعض الأطباء أن فيه مفاسد كثيرة. قالوا الخنزير من أسوأ الحيوان، فإنه يأكل العذرة أجلكم الله. والخنزير قالوا ليس له تعرق خارجي، الشرايين في الخارج له طبقة تختلف عن غيره، فقالوا إن البولينا أكرمكم الله تتكون في 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 ظاهر بدنه، فهو مضر أشد الضرر. وقالوا من أضراره إنه فيه نسبة من الهرمون الأنثوي تفوق 50% نسب النسب الأخرى في الحيوانات الأخرى، ولهذا قالوا إن من يكثر من أكله يكون في هدياته وقلة غيره لأجل هذا الهرمون على الحيوان نفسه هذا. ونحن نقول إن عرفنا هذه التعاليل فحسن، ما عرفناها فالله ما حرم شيئا إلا الهدى. ولذلك ماذا قال الله عز وجل بعد ذلك؟ فإنه ليس هنا في آية أخرى قال فإنه رجس، فهو لخبثه حرمه الله. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. طيب هنا قال وما أهل به لغير الله، وفي آيات أخرى وقال وما أهل لغير الله به، فما السر في التقديم والتأخير؟ قاعدة التقديم والتأخير سبق وقد أخذناها، وأذكر بها على عجل، فإن قاعدة التقديم والتأخير هو أن العرب يقدمون ما هم ببيانه أهم وهم بشأنه أعلى، كما قال سيبوي، يعني العرب تقدم الشيء المهم عندهم في الكلام، وعلى هذا فيكون تقديم به هنا أهم. وفي الآيات الأخرى التي قدم بها قدم وما أهل لغير الله به يكون لفظ غير الله أولى بالتقديم. فهنا عندنا لما قدم به أحسنت، لأن الكلام عن الطعام المطعوم وما أحل لهم وما الذي حرم عليهم، ولذلك قدمه وما أهل به لغير الله. وأما المواضع الأخرى فترجعون إليها إن شاء الله عشر ستصلون إن شاء الله. هذه القاعدة، هذا المفتاح، امشوا أنتم. وسمي الشيخ ودي أكمل خليه يكون آخر شيء. وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فمن اضطر للأكل من ماذا؟ من الميتة وهاوية. فمن اضطر أن يأكل من الميتة مثلا فلا إثم، فمن اضطر غير باغ وعاد قيده بشرطين، غير باغ وغير عاد. فما معنى الباغي وما معنى العاد؟ اختلف العلماء عن قولين. قال بعض العلماء إن المراد بالباغي هو الذي يبغي على الحاكم الشرعي أو يبغي ويعتدي على أهل العدل. طيب فمن غير باغ ولا عاد. والعادي قالوا العادي قطاع الطرق والمجرمون الذين يسطون على الناس. وقال بعضهم لا، ليس هذا المعنى، إنما المعنى هو فمن اضطر غير باغ، الباغي الذي يبغي الحرام من الأكل وهو يجد الحلال. والعادي قالوا العادي هو الذي يأكل من الميتة إذا اضطر إليها، لكنه يأكل فوق حاجته، يأكل فوق حاجته. وأي القولين أولى؟ الثاني. لما؟ قالوا لأن الآية في المطعوم، الآية في المطعوم وليس في ذكر الباغي على الإمام أو نحوه، ليس له ذكر. والأمر الثاني قالوا إنه لم يكن هناك إمام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غيره صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقولون هي ألصق بالسياق. فمن اضطر غير باغ يعني في حال أكله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فالبغي هو في جنس العمل، في جنس الأكل، والعاد في صفته. ها؟
أو قدري، فهذا في جنسه. كيف في جنسه؟ يعني ما تروح تأكل الحرام وأن تجد الحلال، وهو في قدره، يعني ما تتجاوز وتأكل أزيد من حاجتك. قال الله عز وجل: قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإثم واحد منهن جنس الجنس، والثاني الصفة. ها؟ أيهما الجنس؟ جنس الفعل أيهن؟ الإثم، يعني نهاك عن جنس الذنوب كلها والإثم. والعدوان مجاوزة الحد، فأنت قد تعتدي بحق وقد تعتدي بباطل، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. لكن المحرم هو العدوان بالباطل، بالباطل. قال: وتعاونوا على الإثم وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على الإثم والعدوان. إذن البغي هو مجاوزة، هو أكل، هو هنا المراد به أكل الحرام وأنت تجد الحلال، والعدوان هو الاعتداء الزيادة على قدر الحاجة. طيب الإسراف والتبذير، قالوا التبذير هذا هو الجنس المنهي عنه، يعني منهي عنه كله جملة وتفصيلا. التبذير فهو وضع المال في غير موضعه. طيب والإسراف؟ تتجاوز المباح، لذلك قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني لا تتعدى المباح إلى الحرام. والشريعة، الشريعة أتت على هذا، فتنهاك عن أصل المحرم وجنسه، وتنهاك عن صفة تتعدى فيها. وهذه قاعدة مقررة في الشريعة. قال هنا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعا وأن يفقهنا في دينه ويعلمنا تأويل كتابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيخ سؤالك أنا ما شيخ، هي فيها قول آخر أنا ما أردت أتعرض له، يعني بعضهم قال إنه كمثل الكفار، مثلهم كمثل دعائهم لأصنامهم مثل اللي ينعق بما لا يسمع إليه، يعني الأصنام هم ما تنفعهم، يعني هم كأنهم هم الداعين، هم اللي ينعقون بأصنامهم. والقول الثاني إنه أن الداعي هو اللي ينعق بهم، هم نفس المشركين لكن ما يفهمون، وهذا هو الأولى وهو الموافق، لأنه بعده قال صم بكم عم فهم لا يعقلون، وما قبلها يؤيد أيضا أنه يدعوهم وهم لا يستجيبون. الله أعلم.